ما الذي قد يحصل حين يسود العالم مستوى الاستهلاك المعتمد في بلدان العالم المتقدم؟ ما الذي قد يحصل حين يمتلك كل شخص في أفريقيا أو الهند سيارة وجهازي تلفاز؟ وإذا غير كل شخص خزانته كلها كل 6 أشهر؟ وإذا أهدر كل شخص مئات لترات المياه يوميا ورب كل شخص حيوانا يأخذه إلى طبيب نفسي؟ لا تهلعوا، فإنه لن يطرأ أي تغيير، لأنها مجرد احتمالات مستحيلة. يعد نظام الإنتاج والاستهلاك الحالي غير مستدام، فهو يرتكز على مبدأين يستحيل اعتمادهما على المدى الطويل، وهما الاستعمال العشوائي للمواد الخام والصعوبة بالنسبة إلى ثلثي البشرية في النفاذ إلى منافع التقدم. إن نظام الإنتاج والاستهلاك العالمي بعيد كل البعد عن إمكان التوصل إلى نمو شامل، بل هو يسبب ضرراً بيئياً هائلاً ويزيد الشرخ بين الأغنياء والفقراء. يعيش 1 مليار شخص على الأقل على هذا الكوكب في عالم يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. إن حاولنا شرح أسباب الفقر والتغير المناخي، فإننا نرتكب الخطأ الأكبر حين نوجه إصبع الاتهام إلى الفائض السكاني، فهو افتراض خال من الصحة. تتصف اليابان مثلا بعدد سكان في الكيلومتر المربع يتجاوز نظيره في البرازيل أو الهند أو المكسيك، ومع ذلك لا تنتج عن هذا الفائض السكاني مظاهر فقر أو سوء تغذية ولا مشكلات بيئية. فأسباب الفقر والتدهور البيئي الحقيقية تكمن في الظلم وعدم المساواة. في العقود 4 الأخيرة، وفيما تضاعف عدد سكان الأرض، ازداد إنتاج الغذاء 3 أضعاف. فالغذاء المنتج اليوم يكفي الجميع ويفيض عن الحاجة، ومع ذلك قدر عدد الذين يعانون سوء التغذية في مطلع القرن 21 بـ1 مليار شخص، وهو عدد يتجاوز بأشواط ما كان عليه منذ 4 عقود. يتجلى الظلم وعدم المساواة بصورة أوضح في مجال استخدام مصادر الطاقة والموارد الطبيعية. في النصف الثاني من القرن 20 ازداد استهلاك المياه في بلدان العالم المتقدم 4 أضعاف. في كل مرة يستعمل شخص في أوروبا أو الولايات المتحدة مياه المراحيض، يستهلك كمية المياه نفسها المتوافرة لملايين العائلات في العالم الثالث. إثر التصنيع العشوائي والهدر بوسائل الري والفكرة الخاطئة المعممة حول استحالة نضوب المياه، شقت الإنسانية الطريق من الهدر نحو الندرة. وفي الوقت عينه لا يتوافر لـ1.1 مليار شخص النفاذ إلى المياه الجارية، ويفتقر 2.6 مليار إلى أي نوع من منشآت التصريف الصحي. يشكل استعمال الطاقة نقطة مهمة أخرى، فيما يتركز في البلدان الصناعية 20% من عدد السكان الإجمالي، تستهلك هذه البلدان 80% من الطاقة العالمية.
إن أردنا أن تتشاطر الإنسانية جمعاء مستويات حياة مرتفعة، يتعين علينا أن نرفع استهلاك الطاقة 5 مرات، ولكن هل تتوافر لنا هذه الكمية من الطاقة النظيفة والآمنة والمتجددة؟ أو هل تتوافر لنا هذه الكمية من الطاقة؟ قطعاً لا. تعد أفريقيا النتيجة المأساوية التي آل إليها نظام يعجز عن تقديم الحلول إلى الجميع. إنها قارة تهمشها الشبكات الاقتصادية العالمية. تنشر الأمم المتحدة سنويا وثيقة تعدد البلدان 35 التي تتسم بمؤشر النمو البشري الأكثر انخفاضا، والحق أن 27 دولة منها تقع في أفريقيا. يرتكز هذا المؤشر على معطيات حول التعليم والنفاذ إلى المياه والرعاية الصحية والتغذية والمواصلات. في أفريقيا يحصل كل 18,000 شخص على رعاية طبيب واحد، فيما يحظى كل 300 شخص في الدول الصناعية برعاية طبيب واحد، كما أن 30 مليون أفريقي مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز، ولا تحظى الأكثرية الواسعة منهم بفرصة الحصول على أي علاج، ولا يلتحق 80 مليون طفل أفريقي بالمدارس، فيما يعاني 23 مليونا سوء التغذية. في أكثر البلدان الأفريقية تتجاوز النفقات العسكرية تلك المخصصة للتربية والرعاية الصحية بضعفين أو بثلاثة أضعاف. يعتمد اقتصادها على الإعانات المالية، لأن البلدان المتقدمة تؤثر ما يسمى المساعدات العالمية على أن تفتح الباب لعلاقات تجارية عادلة ومتوازنة. إن نهب المواد الخام الذي اتصفت به العلاقات الاستعمارية بين أوروبا وأفريقيا خلال القرنين 19 و20 لم يتوقف. قد تكون بعض الأساليب قد تغيرت، لكن جوهر النظام ما زال على حاله. تستخرج شركات العالم الأول تحت غطاء قوانين عالمية غير عادلة وبمساعدة من نخب محلية في البلدان المتخلفة المواد الخام من دون أي رقيب أو حسيب، فيما لا تعود العملية على السكان المحليين إلا بربح ضئيل. تعاني الغابات الأفريقية قطع الأشجار المستمر، حيث إن أفريقيا تتضرر الضرر نفسه مثل غابة الأمازون والأدغال الإندونيسية أو مثل معظم الأدغال على كوكبنا، فهي تخسر حاليا كل 5 أعوام معدل الغابات نفسه الذي خسرته في النصف الأول من القرن العشرين، ولا تلقى أي تعويض في المقابل.
لم تشعل حقبة العولمة الجديدة أي بريق أمل أيضا، فإن أفريقيا التي تمتد على مساحة جغرافية هائلة وتحتضن 10% من سكان العالم لا تحصل إلا على 1% من الاستثمارات العالمية. تحظى بلدان أفريقية ثلاثة فقط بالنفاذ إلى الأسواق العالمية الرئيسة، وهي السنغال، بوتسوانا وجنوب أفريقيا. تمول باقي البلدان نفسها من خلال ما يسمى المساعدات التنموية، وهي عبارة عن قروض مموهة تمنحها الدول الغنية للدول الفقيرة وفق شروط صعبة، بحيث يكون على الأخيرة أن تعيد استثمار كامل مبالغها من خلال شراء السلع والخدمات من الدول الغنية المقرضة، أو من خلال مشاريع تستفيد منها شركات الدول الغنية بالدرجة الأولى بدل أن تستفيد منها شعوب أفريقيا. يهدف نظام المساعدات هذا إلى زيادة ثروات الزعماء المحليين، وذلك بدعم من الواهبين الذين يستعينون بهم، لا لتعزيز التنمية الحقيقية بل لتصفية أذهانهم. يعزى حلول دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى في المرتبة الأخيرة إلى نموها الصناعي الهش. لا تنتج السلع في أفريقيا كما لا تعالج المواد الخام فيها. تستخرج المواد الخام من القارة فقط وتنقل منها بموجب اتفاقيات تعيد أرباحها إلى الزعماء المحليين والشركات الدولية، ولا تستفيد منها الدولة ولا سكانها. الطبيعة تدمر والموارد تنضب، ووحدها فرص العمل لا تزداد. في ساحل العاج تستثمر شركات إنجليزية وفرنسية وهولندية ويابانية الموارد الخشبية من دون أن تفرض عليها رقابة أو تقدم بيانات حول نسب الاشتراك في استثمار مماثل. لا يطرح طبعا على النقاش احتمال إنشاء مصانع تنتج سلعا خشبية وتخلق فرص عمل في السوق المحلية. في أوغندا سيطرت المزروعات الصناعية المخصصة للتصدير على معظم الأراضي الخصبة، فحالت حتى دون مشاركة المزارعين المحليين في هذا القطاع. تعتمد أنغولا، تلك الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية سنوات طوالا والتي زرع فيها عدد من الألغام ضد الأشخاص ما يفوق عدد سكانها، تعتمد على النفط في 50% من إجمالي إنتاجها القومي، كما تحوي أيضا مناجم ذهب وألماس. ينتج عن استخراج هذه المواد الخام مليارات الدولارات التي لا تستثمر في القارة، بل ينتهي بها الأمر في حسابات مصرفية سرية أو في جيوب الوسطاء المحليين أو الأجانب.